واتسان ام تي في المحطة الأولى، محطة موسيقية بامتياز. خلينا نبدأ مع The Voice Kids اللي كتار منكم عم بتابعوه على شاشة الام تي في كل سهرة السبت. تعرفنا سوا بالأسابيع الماضية على مجموعة من الأطفال من كافة أنحاء العالم العربي، كلهم عندهم مواهب فنية كبيرة وعم بيقدموا لنا أجمل الأداء لأروع الأغاني الطربية القديمة والجديدة. خلينا نشوف الطفلة ميرنا كيف كان أدائها هالأسبوع بـ The Voice Kids. رح نعيش تجربة المدربين ونكتشف صوتها قبل ما نشوفها. فايزة. أنا قلبي لك ميال وما فيش غيرك عالبال. أنا أداء رائع على ميرنا، وواضح أنه أثرت بأعضاء لجنة التحكيم، كلهم برموا بسرعة وعم بتنافسوا على الحصول عليها لفريقهم حتى هن يكونوا المدربين لإلها. كيف رح يكمل هالبرنامج؟ ميرنا رح يبرز أكثر من غيره. ما عليكم إلا تابعوا سهرة السبت على الام تي في The Voice Kids بحلقات جديدة. ننتقل لسهرة الثلاثة امبارح، سهرة مسلية وغنية مخصصة لمختلف أذواقكم. الموعد المنتظر أكيد كان مع حلقة جديدة من هيدا حكي برفقة عادل كرم وضيوفه، رولا شامية اللي ودعناها الأسبوع الماضي بسليبرتي دويتس، والكابتن موسى حجاج كانوا ضيوفه. بنشوف سوا هاللمحة من هيدا حكي. مسلسل الأستاذ ميشيل سميحة المحترم مكمل على الام تي في ومكسر الأرض. خلينا نشوف أحد المشاهد وهو مشهد كتير عاطفي. مرحبا. مرحبتين. أهلين عيوني. كيفك؟ بتساعد لك حبيب قلبي. بكره بتستعملي حسابي صوب ال 11 إيه؟ اذا سمحتي بدنا نمرق انا وجميل لعندك. ايوه انت وجميل. ايه ليكي اذا فينا نخلص ونمشي. بدك تروح بكره؟ ايه انا بقوى فيك لانه برجع بيجي ما في مشاكل. لا بس في عندي شيء بدي اعمله. ايوه انت وجميل. ايه لازم انزل اعمله لبلش الشغل. في شيء طمنا انه رح يرجع يجي، بس بيجي بسرعه هو. تخاف عليه سريع. حلو، حوار حلو كثير يعني هيك بين ميشا وبوسينا عميق. الليله بيسعدنا ومع قرب الفالنتاين نهدي كمان غنيه لابو الميش بيرو. الو بوسينا. مين؟ ميشيل. الو حياتي. ميشو بقوى فيك.
بوسينا بيجي بسرعة. ميشو لا تطول. ألو بوسينا. عادل كرم واسلوبه اللي ما بيشبع حدا ببرنامج هيدا حكي. اما هلا رح ننتقل لسراي عابدين، كثير منكم تابعوا معنا هالمسلسل السنه الماضيه، عم نرجع نشوفه من الاثنين للجمعه الساعه 6 المساء على الام تي في لكل اللي حابين يشوفه مره جديده. هو بالفعل كان اضخم عمل درامي عربي من حيث الانتاجيه والضخامه وتقنيات التصوير. بعرفنا على الخديوي اسماعيل احد ابرز الشخصيات بالتاريخ المصري، لكن من الناحية الشخصية حياته بالقصر إن كان بعلاقته مع أمه ما أو مع زوجاته الأربعة. المسلسل بيجمع عدد من أبرز نجوم الشاشة العربية، كتار منا بيعرفون قصي خولي، يسرى، وكمان وجوه لبنانية كلنا بنعرفها ومنحبها. منشوف سوا لمحة من الحلقة الأولى من سراي عابدين. عيد ميلاد سعيد جلالتك. شكراً يا صوفيا. سرحان في إيه وسايبني جلالتك؟ شوف في وجه القاهرة يا صوفيا وادعي لأني هغيره. جلالتك تغير أي حاجة تحط إيدك عليها. والله؟ إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ ما صوفيا؟ هذا الساعة 6 المساء على الام تي في سراي عابدين. أما الساعة 7 كمان منكمل بأجواء الدراما، أجواء التشويق والسسبنس، أكيد مع حلقات جديدة بالعشق الأسود اللي كتار منكم عم بتابعوه معنا بالموسم الثالث. كيف عم تتطور قصة حب ألين وعمر؟ هن بكل بساطة ما بدهم إلا يستمروا ويعيشوا سوا بسعادة، ولكن تقريبا كل الشخصيات بهالمسلسل ما بدهم هالشي وعم يسعوا حتى يبعدون عن بعض. في جريمة تقتل أو عدة جرائم بعد ما انكشفت، الأمور عم تتعقد وعم تتطور. خلينا نشوف هاللمحة عن شو عم بيصير. لك انت شو قصتك؟ فهمني. اتصلت فيك 100 مرة، لو رديت علي مثل الخلق من أول مرة ما كنت حتنحط بهيك موقف يا فهيم. بالله جد؟ والخطة تبعك كانت رح تتنفذ بالحرف ما؟ اللي مو انت اللي خبرت الواطي سرحان مشان يبيعني؟ ها؟ انت طلبت منه يحكي للعقيد، ولما عرفت انه رح خرصه طلبت مني اتركه. مفكر رح تخلص مني بهالبساطة؟ هي بعيدة عن اسنانك. سكوت حسين، سكوت سكوت وحاجة تتفهمن. سرحان ما بيعرفك بالمرة وما بيعرف انك عم تشتغل معي. لاصة كلها كذبة مو أكتر، بس مخك صغير ومستحيل تفهم شو اللي عم يصير حواليك. كذبة شو؟ لا مين بيورطني هيك ورطة؟ ليش أنا في إلي أعداء غيرك أنت؟ عن جد أنت واحد غبي لك حسين. لو بقدر كنت سويت لك عملية وحطت لك عقل جديد. لهلا ما فهمت منين الضربة إجتك؟ عمر مجهز من الدراما التركية. خلينا نرجع للبنان وتحديدا للدراما اللبنانية 100% مثل القمر، مع مجموعة من الوجوه اللي منحبها مثل ستيفاني صليبة، وسام صليبة وغيرهم من الممثلين البارزين. الأحداث عم تتطور وعلاقة قمر وجهاد أكيد كمان عم تتطور. حبوا بعض وتزوجوا، ولكن الحياة الزوجية مش سهلة مثل ما منتوقع، وأكيد الحياة كلها جديدة لقمر اللي كانت عايشة بكوخ على البحر مع جدة وستة، وهلأ حاليا صارت عايشة بقصر كتير كبير مع شخصيات مش كتير بيحبوها. خلينا نشوف شو عم بيصير بمسلسل مثل القمر. هيدا إذا بدي اشتري بيت ونعيش فيه لحالنا لازم يكون معي مصاري. هي مفكر لو ضليتني هون ما كان بيكون وضع المزرعة مثل ما هو هلأ. ما تعطي الهم، أنا ما بيهمني المصاري. خلص ما بقى تشتري لي ولا شيء، شفت لو حتى لو شيء صغير هالقد ما بدي. تعرف؟ رح قوم جيب لك خاتم الذهب. الا ما تبيعه، بجل بقدر لي اجيب شوية مصاري. عمر. أنت أحلى إنسانة تعرفت عليها بحياتي. وقلبك مثل قلب طفل صغير. كرمال هيك لازم نجيب ولد صغير وهيك بصير بلعب أنا وياه. لا مش هلا،
ما بدك؟ قمر ممنوع تحكي عن هالموضوع حتى لو عن مزح. جاد ولد صغير بغير لنا حياتنا. مستحيل نحن بهالوضع. هيدي أول نقطة خلاف كبيرة بين جهاد وأمر، هي بدها طفل صغير هو ما بده، خاصة بالظروف الصعبة اللي عم بمروا فيها. أحداث جديدة من تبعها سوا الأسبوع الجاي ليلة التنين المساء على الام تي في بعد الأخبار بمثل الأمر. أما هلأ رح ناخد بريك قصير ومن بعده مننتقل للمطبخ مطرح ما ناطرتنا ناتاليا ياغي وتينا بفقرة Eat Smart.